الكرخ والعظميه لعبت دور في تاريخ بغداد. وانا كنا نجي للكرخ بدايات نضالنا في الكرخ كان. وكان اهل الكرخ يحمونا واحنا وياهم نتواصل. ولهذا مجيئي اليوم للكرخ هو استذكار لهذه المهام التاريخيه اللي اهل الكرخ الكرام تميزوا بها. استقبال مشرف ويتناسب ويا كرامة أهل الكرخ وتطلعهم نحو مستقبل أفضل للعراق كله مو بس الكرخ.